في سابقة من نوعها إعادة تهيئة أول محطة للوقود وطنيا صديقا للبيئة 100%، كون كل منتجاتها خالية من الرصاص، تعززت بها بلدية زيغود يوسف بقسنطينة. وهذه المحطة تيرينوفي وفق المعايير الدولية، مزودة بدي كيف دو ريكوبيراسيون دي زوليزاجي. الان البيئه راهيك يعني في لور دو جور. تعتبر سابقه هذه المحطه، لان نون افطال كانت ديما تعاود محطات يكون فيها كل المنتجات كالانواع البنزين، لكن هذه المحطه كانت كسابقه لانها تعتبر محطه صديقه للبيئه، لانها تحتوي على منتوجات صديقة للبيئة، أول السيرغاز والبنزين بدون رصاص ومادة المازوت. تفاديا للمواد المسرطنة، كان اتجاه الدولة صارما في تهيئة محطات الوقود. المحطة الوحيدة في الطريق الوطني المؤدي إلى ولاية كيكدا وولاية عنابة، أول محطة على التراب الوطني التي سوف تستقبل البنزين بدون رصاص والجي بي ال سي. إذن راح نتبعوا فيها كو تخوا برودوي، ليسونس أون بلون، لو جي بي ال سي ولو غازويل. المحطة الوحيدة التي سوف تستقبل في خزاناتها بنزين نظيف بدون رصاص، حيث نعلم المواطنين والمشاهدين الكرام أن الرصاص سي ان برودوي كونسيروجين. حتى الله يبارك ما شاء الله، حنا بالنسبة لزيغود يوسف نعتبروه مولود جديد. السون بلون يعني كما قاعدين يحكيو راهو حاجة مليحة فيها يعني ليكونومي. السون بلون حاجة مليحة. هذا هو توجه شركة نفطال صوب الرقمنة من جهة، وكذا استرجاع زيوت المستغلة والمستعملة من جهة أخرى بات واضحا للعيان. حاجة ثانية اللي امبورتونت ثانية سي لا ريكوبيراسيون تاع لي زويل اوزاجي تاع الزيوت المستعملة. دونك هنايا اون ميم في دي زافيش للمجتمع المدني باش يجيبوا لنا هذه الزيوت المحروقه ونريكوبيريوها باش ما تروحش في الطبيعه. قفزه نوعيه في الميدان الالكتروني اللي هي متمثله في هذه البطاقه الالكترونيه اللي راهي هنا حاضره معنا، وهذا التيرمينال دو بايمون تاع البطاقه الالكترونيه. من هنا ورايح المواطن ما يبقاش يسلك بالنقد لا كونسوماسيون تاعو. درك المواطن يولي بالبطاقه الالكترونيه يقدر يسلك بها الكاربيرون، يقدر يسلك بها لي ليبريفيون، يقدر يسلك بها بليزيور بريستاسيون. تفادي السيوله النقديه بتاتا هي الحتميه التي فرضت على الجميع لمواكبه التطورات. محطات وقود صديقه للبيئه، اقتصاديه فرقميه.